جدا النهارده، على الاقل ما خرجتوش الهزيمه الثانيه كانت هتبقى صعبه قوي. الحمد لله والشكر لله، احنا بعد الماتش اللي فات كل الناس قالوا احنا شككوا في قدرات الفرقه والجهاز والنادي كله، واجهنا انتقادات جامده جدا، وده ما احنا ماتش باد لك الماتش اللي فات، كل اللعيبه مش في حالتها. النهارده قدرنا نقول ان احنا فرقه هنبقى متواجدين ان شاء الله في الدوري الممتاز بغض النظر عن اي حاجه، لكن يعني بعد كده الناس تستحمل الناس شويه في النقد، يعني ما ينفعش نخسر ماتش مثلا، كل الفرق بتخسر، بنشوف في اوروبا ريال مدريد بيخسر بالخمسه وبالسته، لكن ما ينفعش الوضع ده. لكن ان شاء الله الحمد لله احنا بنقول احنا لمينا نفسنا بسرعه في 3 ايام بالظبط، اظن نظهر بالمستوى ده. الفرقه اول سنه ليها في الدوري الممتاز بقى لها فتره طويله، ده طبيعي ان انت بتبقى في الاول تاخد ماتشين ثلاثه قبل ما الفرقه تظهر بمستوى كويس، والحمد لله النهارده على النتيجه ولا ده. ربنا يخليك. مستمرين اعزائي المشاهدين، ومعانا دكتور احمد عاشور المدير الفني لدمنهور. انا بهنيك على الاداء على مجمل المباراه، خاصه في الشوط الثاني، فريق لازال لسه في بدايه عهده مع الدوري الممتاز، مجموعه من اللاعبين معظمهم من انديه القسم الثاني، سيطره تامه على مجرى الشوط الثاني واكثر من فرصه محققه، وفي الاخر احرزت نقطه، اعتقد ان هي كانت يعني دي المكافأة لفريق دمنهور النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنشكر لعيبتي جدا ان هم بعد الماتش بعد 3 4 ايام قدروا يطلعوا من الاحباط اللي هم كانوا فيه، وقدموا عرض اكثر من رائع، يمكن سيطره في الشوط الثاني تامه، وفي الشوط الاولاني اكثر من 75%. انا بنقول للناس للكباتن اللي هي قاعده في الاستديوهات بتقطع في اللعيبه وبتقطع في المدربين، لازم يفتكروا ايام ما كانوا بيلعبوا كوره وكانوا بيشيلوا نتائج كبيره وبيخسروا فرقتهم، كانوا بيستنوا الناس تقف جنبهم وتساعدهم، وهم كانوا ماسكين فرق وكانوا بيشيلوا بنتائج كبيره، كان المدربين بيستنوا الناس تقف جنبهم وتساعدهم، انما تتريق عليهم ده مش اسلوب رياضي ولا سلوك رياضي. فنرجو ان الناس تبقى رحيمه باللعيبه ورحيمه بالاجهزه. احنا اول سنه نلعب دوري ممتاز، لعبنا ماتش الاولاني كنا خارج الخدمه عادي جدا، الحمد لله النهارده الفريق دمنهور بيثبت ان هو فريق مش هيبقى صوت سهل لاي حد، ان شاء الله فريق دمنهور قادم بقوه ان شاء الله. احمد، يبدو ان انت يعني في غضب وفي عتاب لبعض اللي بيحللوا في المباريات. طبعا يا كابتن مدحت، احنا فريق صاعد وفريق لسه بيقول اهادي، وقابل فريق سموحه اقوى فريق في الدوري السنه اللي فاتت، وكان بادي بدايه كويسه، اللعيبه لسه مش متعوده على جو الممتاز وجو الاضواء، كان لازم الناس تبقى رحيمه بيهم، انما الناس كلها في الاستوديوهات بتتريق على اللعيبه وبتتريق علينا كمدربين، ده مش سلوك رياضي ابدا. لازم الناس تفتكر هي اما كانت في المواقف دي وحصلت المواقف دي معاها، ومش عاوزين نفكر بالمشاكل اللي كانت بتحصل والكلام اللي كان بيحصل، انما ما ينفعش حد يتريق على لعيبه ابدا، دول حتى لو احنا مستوانا ضعيف ما ينفعش حد يتريق علينا، احنا فرقه وبتلعب وبتجتهد وباقل الامكانيات. فريق محترم، امكانيات، يمكن الامكانيات الماديه كلنا عارفين امكانيات محدوده، ورغم كده بتلعبوا النهارده الاداء كويس، وارد ان المباراه يبقى الاداء مش كويس، الفتره اللي جايه بتاعت جمهور دمنهور بيه. ان شاء الله الفريق من ماتش لماتش هيبقى مستواه اعلى بكتير، ان شاء الله الفريق دمنهور زي ما انا قلت قبل كده هيبقى مش مجرد فريق في الدوري، هيبقى يلعب كره مع اي فرقه وهيلعب باداء كويس. انا تاني بشكر لعيبتي اللي هي قدرت تخرج من الاحباط في 3 4 ايام، وقدرت تثبت للناس ان هي فريق كوره، ان شاء الله يبقى فريق محترم، لعيبه كلها صاعده، اغلبها لعيبه صغيره وصاعده، حتى اللي سنه كبير شويه او عنده خبرات يمكن اول ماتشات قليله في الدوري الممتاز، فان شاء الله الفريق ده هيبقى ليه شكل ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا كابتن. طيب خليني تاني، الهدف الملغي واضح انه تسلل، الهدف الملغي لفريق دمنهور ابو كنيه تسلل، ماشي. نشوف بقى الحكم طلع عامل ازاي. اولا المساعد مش باين في الصوره وده خطا، والحكم لحد دلوقتي ما رفعش ايده، والجون كان هيقوم وبعدين وقع، ما رفعش ايده تسلل. لا استنى يا كابتن ايمن، بس لازم يروح من هنا، ماشي كمل بقى اللعبه، ده نقطه التسلل يرفع. كمل لي بقى، كمل لي صوره. بص انا ما اعرفش تسلل ولا فاول، حضرتك قول لي لازم ايديه تفضل مرفوعه، لازم ايديه تفضل مرفوعه انه تسلل، لانه شككنا كلنا. لا التسلل موجود، تسلل صحيح، صح. التسلل موجود صحيح 100%، ما فيش اي خطا لا على ابو كنيه ناحيه الحارس ولا الحارس اصطدم بابو كنيه، لكنه قصه انه الحكم
في الكرات دي يكون رافع ايده. نكمل اللقاءات. ما ننساش برضك اللي احنا بنلعب فريق محترم طبعا ومعاه جهاز فن محترم بقياده الكابتن عبد الحميد بسيوني طبعا. فالحمد لله يعني كل الناس شافت اللي احنا ادينا كويس طبعا. فالحمد لله يعني احنا مركزين ان شاء الله في الدوري ويبقى لنا شكل كويس باذن الله. كان واضح ان في ضغوط كبيره قوي عليكم بعد الخساره الثقيله في المباراه الاولى، ما كانش حد متوقعها خاصه جماهير دمنهور. كان واضح ان في ضغوط نازلين قبل المباراه، يمكن برضو الاعصاب كانت مهزوزه شويه. جه جول مبكر ده يعني كان خلاص اوحى ان المباراه تنتهي مبكرا. فوجئنا في الشوط الثاني باداء مغاير تماما. ايه اللي جرى؟ قال لكم يا احمد عاشور بين الشوطين ايه اللي تقول؟ في ان شاء الله الدكتور بعد مباراه سموحه طبعا قعد معانا وعمل اجتماع وقال لنا يا جماعه ننسى خلاص الكبوه اللي احنا كنا فيها بتاعت خمسه دي، وده وارد يعني. والحمد لله يعني النهارده ردينا على كل الناس طبعا اللي احنا يعني فريق كويس وفريق لنا الحمد لله شكله كويس وودينا بمستوى كويس الحمد لله. فربنا يكرم ان شاء الله. واحنا مركزين الماتشات اللي جايه ممكن المستوى بيعلى مع تكرار المباريات وكده، الوضع دمنهور هيختلف شويه. هو بالظبط يعني انت عارف الاستمراريه طبعا بتجيب اي لاعب. فان شاء الله احنا مركزين باذن الله اللي احنا يبقى لينا وجود ان شاء الله في الدوري بشكل كويس باذن الله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك.